حاليا انا متواجده في الصاله الرئيسيه لفريون في مملكه البحرين، بس السؤال شلون انا وصلت هنا؟ في التقرير التالي راح تشوفون الجهود المبذوله من فرق المنظمين. السلام عليكم، انا من الميديا. وين لازم اروح؟ شكرا، يعطيك العافيه. احنا استعداداتنا ان شاء الله على حسب كل بطولة ونوعها، وش المطلوب من عندنا من قبل اللجنة العليا من توفير المتطلبات. فإحنا شغلنا في هذه البطولة سلام إن شاء الله وصولاً من الشارع العام، من دخول الفي آي بيز والبابليك إلى المواقف، إلى وصولهم إلى المدرجات وحضورهم جميع أنحاء القرية الرياضية اللي هي الخاصة في بطولة 3-on-3 World Tour منهم. أوكي، نقدر نقول كم جندي عندك؟ المجموع كامل معي أنا 35 جندي مجهول. خبرني شنو الصعوبات اللي تواجهكم في هاي الإيفنتات؟ والله لله الحمد دائما ما احنا نتوفق مع الحضور ومع الجمهور ومع الشخصيات الرياضية والجهات الرياضية في مملكة البحرين. الحمد لله رب العالمين، الكل متعاون ولله الحمد ما نواجه أي صعوبات دائما، والسبب ان احنا مثل ما تقولين بنينا علاقة وطيدة مع الجمهور، مع القيادات الرياضية، مع المسائل الرياضيين، من الاتحادات، من الهيئة العامة للرياضة، من اللجنة الأولمبية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا واحنا ماشيين في مختلف البطولات بعلاقة، يعني مثل ما تقولين علاقة عائلية صرنا، فالأمور طيبة لله الحمد.